مشروع تستاهل. من خلال استخدام تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين مهر، يستطيع صاحب المنشأة الدخول على حسابه الخاص ويختار إحدى منشآته، ومن ثم يقوم باختبار العامل المتميز من كشف العمال وإرسال بطاقة تستاهل من خلال إيميل أو رسالة نصية عبر الهاتف للعامل، نظير تميزه بالعمل، وتكون هذه البطاقات بمثابة شهادات تمييز للعامل في ملفه. من خلال تطبيق الوزارة مهر، يستطيع العامل أيضاً الدخول على حسابه في خدمات العمال وطلب الإجازات السنوية والاستئذانات من صاحب المنشأة في أي مكان كان. ويتم تطوير مشروع تستاهل ليكون تقييم أداء العمالة مستقبلاً، بأن يستطيع صاحب المنشأة من وضع الأهداف والأفكار الإبداعية لتقييم العمالة لديه وزيادة مكافآتهم السنوية نظير تميزهم، من خلال إدراجها في عقد العمل أوتوماتيكياً في حال موافقة صاحب المنشأة بذلك. يستطيع أيضاً مفتش من خلال نظام التفتيش الذكي من إرسال بطاقة تستاهل من خلال رسالة نصية عبر الهاتف أو الإيميل لصاحب المنشأة أو أحد العمالة على حسن تجاوبه أثناء الزيارة التفتيشية.